23 هدف في عام 2012، هداف كأس الليبرتادوريس 2012 هو تمنى التسجيل، ولكن حتى الآن لم يسجل. وادي أمامنا هنا أدريانو، يا أدريانو بقى اللي بقول لحضراتكم اللي نفسه في حاجة يعملها، اللي نفسه في حاجة يعملها أدريانو، يسجل الهدف السابع هنا في الدقيقة كام؟ الدقيقة 75. مهرجان أهداف سجله في فالرينجا النرويجي في أوسلو سبعة مقبولة، لكن في سانتوس سبعة صعبة قوي، فازوا فيه يعني لقاء شهير في يعني رقم قياسي كان 84 على فريق البوكا، كان فازوا 9-1، الاهداف كانت لسبعه لاعبين. وامامنا هنا ادريانو بقى بلمسه حلوه، يا ادريانو يا لعيب يا لعيب يا لعيب يا ادريانو، ادي ادريانو 5 اهداف في الموسم الماضي في الدوري، ويلفها حلوه حلوه حلوه، اشوف بقى اللعبه على الكيف، وهدف حلو قوي من ادريانو البرازيلي هنا في